عام 84 عقدت مؤتمر الكوادر والنخب للمعارضة العراقية. طبيعة هذا المؤتمر شنو؟ أنتم مجموعة معارضين موجودين في إيران اللي داخل حرب مع العراق، صوتكم تحجون لنفسكم، بياناتكم تسولفون، لو شنو طبيعة المؤتمر؟ أظن المؤتمر صار في الوقت اللي كان أكو تحرك للشعب العراقي الداخل، يعني بالأربعة وثمانين كان ما كان أكو أي تحرك، يعني قصدي طبيعة هذا المؤتمر شنو؟ أنت كنت بارز في عمل المجلس الأعلى في تلك الفترة، يعني اللي دعا للمؤتمر، الغرض من المؤتمر تقريب وجهات النظر، أي توحيد الصف، وأنا كان يؤلمني هذا الخلاف حقيقة. وحدوا الصف وسيروا قدما، صحيح، واحملوا المشعل يهدي الأمم، يهدي الأمم، صبحنا المشرق غارت شمسه صار بالفرقة ليلا مظلمة. ليش قلت هاي الأبيات بيوم بليلتها؟ حقيقة هاي هي واضح أنه خلاف قاصر صاير بيناتهم، أبيات من مجموعة أبيات. أنا قلت لك يعني حبي للإسلام وحبي للعراق وحرصي على أن يتوحد الصف. حس ليش قلت هاي الأبيات؟ لأن شفت أنه بالرغم من المؤتمر الذي كان يراد منه توحيد الصف، شفت لا زالت وجهات أكو إصرار من الطرفين، كل على وجهة نظره. كنت ألمس يعني الخلاف، وكان يحس في نفسي، وكثيرا ما كنت أنا شفت عندي بالغرفة أسد الغرفة أقعد أبكي أصلا من الألم، أنه إحنا يعني على شنو قاعد نختلف؟ ما بيدنا شيء من العراق، فلماذا نختلف؟ هو وين الزعامة حتى أنتم معارضة ومختلفين؟ إذا كنا إحنا معارضة ومختلفين، كيف إذا صرنا في موقع السلطة؟ كان هذا يحزنني كثيرا. وكتبت قصيدة كاملة، هذه أول هذه مطلعها كانت. كتبت قصائد في هذه هي ما كانت الخلافات بتلحظتها، يعني الخلافات بين الدعوة وبين خط السيد محمد باقر صدر ما كانت بتلحظتها بالأربعة وثمانين، ربما سابقة عنها. يقينا أنها سابقة، امتداد لتاريخ قديم.